السلام عليكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله أينما كنتم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بتوقيت الشباب. ونحن وإياكم نعيش في هذه الليلة وفي هذا اليوم ذكرى شهادة سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. نرفع أسمى آيات التعازي وأحرها إلى مقام رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله، وإلى مقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وإلى مقام الأئمة المعصومين عليهم السلام، وإلى مقام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا زيارتها في الدنيا وشفاعتها في الآخرة. إذن محور حلقتنا لهذا اليوم في برنامج بتوقيت الشباب هوية الشباب الضائعة بين الشرق والغرب، سأناقشها مع ضيفي الدائم في البرنامج الباحث الاجتماعي والمختص في الشأن الشبابي الأستاذ لطيف الحسن. وحياك الله أستاذ لطيف، وعظم الله لنا ولكم الأجر. عظم الله أجرنا وأجركم، حياكم الله يبارك. ونحن لازلنا نعيش في ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء، لابد لنا من توطئة سريعة على حياتها المباركة. كيف للشباب اليوم الاستفادة من النهج الفاطمي في حفظ الهوية الإسلامية؟ أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهدين الكرام، وعظم الله أجرنا وأجركم بشهادة الزهراء عليه السلام. ولا يمكن أن تفي الساعات للحديث حول هذه الشخصية العظيمة التي قال عن رسول الأكرم صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني. وبالتالي نهج الفاطمي هو نهج محمد وآل محمد، والصراط هو واحد، اهدنا الصراط المستقيم، وهذا سبيل الله. سبيل الله طبعا هو سبيل محمد وآل محمد، وبالتالي ما سار عليه الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم سارت عليه بالدقة سيدة الزهراء عليه السلام. والشاب الذي يريد أن ينتهج هذا النهج أو الشاب لابد أن يقف على النهج محمد صلى الله عليه وآله، اللي هو نهج أولنا محمد وآخرنا محمد، وأكيد الزهراء عليه السلام على هذا النهج. فالأمر يقف على الرؤية الكونية والأيديولوجية، يعني عفوا العقائد والفقه أو أصول الدين وفروع الدين. وكما قلنا سابقا أنه النظام الأصلح الذي وضعه الله سبحانه وتعالى وجاءت به الأنبياء و جاء به خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، ودعت له ودعت إليه السيدة الزهراء عليه السلام، ودفعت ثمن الدفاع عن هذا النهج المحمدي حياتها الشريفة. بالتالي من يريد أن ينتهج هذا النهج لابد أن يقف كثيرا وطويلا ويتمعن ويقرأ ويعي تلك الرسالة المحمدية المهمة، الرسالة المحمدية العلوية الفاطمية الحسينية إلى آخره. فليس بالهين الوقوف على هذا الأمر، لكن قد البعض يتصور أنه النهج الفاطمي هو مخصص للمرأة، بالعكس هو مخصص للرجل ومخصص للمرأة، لأن التكليف واحد ولأن المنهج واحد، ولكن قد تختلف الخصائص طبيعة الرجل والمرأة، ولكل له حكمه. قد لا يقع عليك الحكم لأنك رجل ويقع على المرأة، والعكس بالعكس. ما هي الصورة التي سجلها التاريخ للمرأة السيدة الزهراء عليها السلام؟ المرأة المطيعة لربها، الراضية المرضية، التي لها مكانة جعلت منها أن تكون سيدة نساء العالمين. ومثلي لا يتحدث عن هذه الشخصية العظيمة الكبيرة ولا يفي حق الحديث عنها، لكن يكفي أنها ثابت في الله لوصل لدرجة أنها أفنت عمرها ووقتها لطاعة الله سبحانه وتعالى وتثبيت منهجه الحق، وقدمت ما شاءت، قدمت المال وقدمت ما عز ما تملك، ودافعت عن علي عليه السلام ودافعت عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، ثم دفعت حياتها ثمنا لهذه الرسالة. فأي بعد يعني أي إيثار وأي تضحية وأي عطاء عطته الزهراء كي نستطيع أن نصف ذلك العطاء. من التاريخ إلى الحاضر ومن النور إلى وضعنا وإلى واقعنا الاجتماعي أستاذ لطيف، حول ملف حلقتنا لهذا اليوم الهوية الاجتماعية أو الإسلامية أو الوطنية الغائبة بين الشرق والغرب. بداية، ما هي الحاجة إلى الهوية؟ الهوية إذا لم تعرف من أين أتيت لا تعرف إلى أين تذهب، والمشكلة يعني إذا لم تحدد هويتك تكون هو مرمى في التلقينات في تحديد هويتك، فبالتالي أنت ضاع. وتحديد الهوية هي جنبة نفسية غير جنبة الفكرية، يعني في تحديد الهوية. فبالتالي اللي ما يعرف هويته ما يعرف إلى أين يذهب، ما يحد يعني لا يعرف أين يذهب، أين المجتمع، أين المحيط، البيئة
الثقافية اللي يتحرك بها، بالتالي هو ضاع. ونحن نعيش حقيقة للأسف يعني ضياع في الهوية أو جزء الهوية، لا أقول كل هوية، البعض يضيع كل هوية، يعني مشكلة. لكن للأسف هناك شبهة يتصورون. تقصد نحن العالم الإسلامي أم في العراق؟ العالم كله يعيش أحيانا ضياع في جزء الهوية، لكن أنا أتحدث كعراقي مسلم ضمن مدرسة أهل البيت عليه السلام في العراق، في سبيل نحصر. ولا المشكلة هي في كل بلد موجود، في كل بلد موجودة. يخلط الإنسان يتصور الهوية اللي هي الاسم واللون والعمر والحالة الاجتماعية، كما في البطاقة، بطاقة الأحوال. راح نتحدث إن شاء الله عن مكونات الهوية. أستاذ لطيف، خلينا نستمع إلى رأي الشارع في فقرة شنو رأيك حول ملف حلقتنا لهذا اليوم والهوية الاجتماعية المغيبة في المجتمع، وإن شاء الله لنا عودة بعد هذه الفقرة. إذن مشاهدين الأحبة، نذهب وإياكم إلى فقرة شنو رأيك وراجع لكم. نعم، فقدان الهوية الوطنية والإسلامية سببها شنو؟ سببها اتخذنا بأن رأي أو دين غير ديننا، واللي سبب الانترنت. لاحظ من دخل الانترنت لحد اليوم هواي مشاكل تصير بالعوائل، هواي شبابنا هواي انحرفت، يعني الى مستوى ما تلقى على نتيجه او ما تلقى فد شيء يعني مقارب القبل. العصر هذا اكو بيه شباب انحرفه شويه بشغلات مو زينه، واكو شباب لا ملتزمه بكل الامور. ثقافته طبعا ثقافه لازم تفرض عليهم الحوزه العلميه او كذا، تسوي لهم مثل شيء اللي ترجعهم للواقع. هواي شباب فقدت الهويه الاسلاميه والدينيه، وهناك اسباب هواي يعني احنا بسببها قاعد هاي الشباب تروح بهيك الطريق. اولا يعني اول سبب عندنا الفقر، والا هو يخلي الشاب يتجه لغير اتجاه بسبب الفقر. يعني اذا اقول لك انا هسه عندك هنا طالب وقاعد اشتغل هنا، يعني يا دوب ملحق بين المصرف والدراسه، واحتمال هذا ما يقدر يشتغل او ما عنده غير شيء، واحتمال ما يتحمل هيك شيء فيروح بغير طرق. والله انا اناشد يعني اولياء الامور يعني الابهات على هذا الشيء، لان احتمال انت لو ما تعرف ابنك وتنشد عليه كل يوم وين يطلع وين يروح، فالشاب يروح بهيك طريق خطا. بسبب اني احنا كان اتصالنا مقطوع بالعالم الخارجي، هسه شوي الامور تطورت فدخل لنا الانترنت، فالعالم قامت تشوف شغلات كانت ما شايفتها، قامت توصل لها شغلات. يعني الناس تغيرت، من بدات تتعلم بدات تتغير. والله هي الحقيقه صعب تصلحها بعد، انه بعد الامور طلعت عن طورها. يعني بعد ايش تريد تسوي؟ ما عندك غير النصيحه، ما عندك غير الحكي اللي تحكي ويا الناس ويا الشباب اللي تريد تنصحهم وتثقفهم عن باي طريقه اللي تقدرها، انه تطلع بفيديو من مكان ما، انه ذول اللي قاعد يطلعون بمحتوى فد شيء فد محتوى حلو انه يحاكيهم يابا كذا، هذا الطريق غلط، هاي الشغلات اللي تسويها غلط، مثل هاي البرامج التيك توك وغيره. اعتقد هو هذا اكثر برنامج اللي هسه حرفنا بالاخير، وهذا الكارثه مالت العراق. طبعا اكيد تتاثر، يعني هاي تصرفات الشباب هي راح تعكس واجهتنا الدينيه قدام العالم كلهم اجمعين يعني، وان شاء الله الشباب يعني ما فقدوها، بعدها موجوده ومحافظين عليها. نعم والله بالحقيقه تيد الصراحه يعني كل دمار شامل للشباب. هو صراحه الانترنت والفيس وطبعا تعرف هذا الشيء، هو هذا دمار شامل، وهي هذه مال الفيس والانترنت. هو صراحه صحيح وسيله علميه ودينيه صحيح وحضاريا نعم، ولكنه خطه مدبلجه. دائما تنظر الدول الاوروبيه بالذات امريكا ام اسرائيل للدمار الشعوب العربيه والاسلاميه. الصراحه فقدوا الكثير الشباب العراقي، ان هي محرومين اول شيء محرومين من سياسه العراق، من وظيفته العراقيه، من الجنسيه العراقيه. يعني نلتفت الى الدول الاخرى وين وصلوا العراق وين وصل. يعني احنا نريد من مجتمعنا العراقي يلتفت الى ديننا، يعني مو شرط دين الشيعي او دين السني، هو دين كل واحد يختاره. إذن حياكم الله مشاهدينا الأحبة مرة أخرى. استمعنا إلى الاستطلاع في فقرة شنو رأيك، وهذه عودة إلى ضيفي في الحلقة الأستاذ لطيف الحسنة، وحياك الله من جديد أستاذ لطيف. البعض أوعز سبب الابتعاد عن الهوية الإسلامية إلى الفقر
والبعض الآخر إلى مواقع التواصل الاجتماعي. برأيك هل الفقر اليوم هو سبب يدعو الشاب إلى الانسلاخ من الهوية؟ يعني ضئيل جدا خاصة في الوضع العراقي، لأن تجذير الثقافة الدينية ضمن مدرسة أهل البيت وغيرها هي صنعت في تاريخ هذا البلد بلد معروف مسلم، وحتى في الدستور منص كونه مسلم، ولديه تاريخ عريق في شخصيات إسلامية واضحة، بالتالي ليس بالهين عملية الانسلاخ، هي حجج وأعذار. لو تاحت الفرصة يعود البعض، هو يذهب بمغالطة أو شبهة أو بإعاز واعز نفسي، وقد تختلط كثير على الشباب الأمور، ولا يعي أهمية الهوية، قد يكون لا يعي هويته، وأحيانا يعي هويته لكن لا يعي أهميته، وترى يعي أهمية هويته ويعي هويته لكن داخل الدافع يتغلب، كما نقع صرعة في أغلب الأحيان بعض الأخطاء أو بعض المعبر عن ارتكاب الذنوب أو المعاصي، هو نعي هذا الأمر. احنا الأمر مختلط والأمر معقد ومتداخل كثيرا، ويحتاج الشاب أن يفهم ما يدور في قضية هل هو مسلوب الهوية، هل الهوية موجودة لكن هو قد ضيعها، هل هو ضيعها عن عمد أم غير عمد، هل يستطيع أن يعود عليه في أي لحظة. هاي النقطة المهمة اللي كنا نلتفت لها، لأن هذا الموضوع تعريف الهوية وأنواع الهوية تحدث به الكثيرين، وإحنا نخلط الأمور كما ذكرنا في أبعاد الشخصية اللي هي هم شكل الهوية، باعتبار أن نهتم بالبعد الشكلي ونهمل البعد المعنوي أو الروحي والبعد الاجتماعي والبعد العاطفي، قد يأكله البعد الغرائزي، وبالتالي تتحطم لدينا العلاقة الأسرية بسبب الغرائز، والأمر كبير ومتشابك ونحتاج حقيقة حلقات. هل الهوية عبارة عن ملاذ للامتيازات؟ أكيد. أم هي فقط عبارة عن معتقد يأخذ منك ولا يعطي؟ أحسنت. لا بد من بداية تعريف الهوية، هناك تعريف كثير للهوية. الهوية أشبه بالشخصية، والشخصية ما يميزك عن الآخرين في خصائصك، ما يميز أستاذ إبراهيم بأفكاره وبعواطفه، كيف يدير العواطف، هل يستطيع أن يدير العواطف بتحكم تام أم بضعف، ما نقاط قوته وضعفته، ومن ثم السلوك، لأن الناس تحكم على أفعال، الأفعال صوت أقوى من صوت الأقوال، وبالتالي يعني الشخصية عبارة عن أفكار وعواطف تنتج سلوك. أنا في رأيي القاصر أعتقد أنه الهوية الحقيقية بعد تقسيمها، بعد ما نقسم أنه نصور الهوية في البعد الشكلي، أو البعض يعطيها في بطاقة الهوية، الاسم إبراهيم، الجنس ذكر، اللون أبيض، لون أسود، الديانة مسلم، البعض يقول العرق، يذهب بالعرق، أين عرقك، وقد يتكهن التحليل بخصوصك، أين تذهب في أي من أي مجتمع قدمت، من أي بيئة قدمت. اليوم لغة الجسد هم تتحدث، الفراسة تتحدث، أنه يديك، شكلك، أنفك، أقدامك، أصابع أقدامك، قد تذهب أنت رومي أو أنت عفواً من الرومان أو من اليونان أو من العرب أو وهكذا، كثير من الكلام، فيضعون أحيانا في الجنسية العرق، واضح، ونحن نضع اللقب. هذه في البديهية الأولى في تشخيص الهوية، لكن في صناعة الهوية، من في صناعة الهوية المجتمعية التي تزاحمها اليوم هوية الجماعة. يعني أفهم منك أن الإنسان يولد بهوية، أحسنت، بهوية قد تكون خارج الطاقة، نعم، شكله، لونه، هذه الهوية فرضها عليه البيئة التي ولد فيها، العائلة التي ولد فيها، لكن لا تشكل يعني أساس قوي في سن، يعني أنت يكتب مسلم لكن في العقيدة، لكن في وجوب النظر والمعرفة عليك أن تبحث في عقيدتك، ولا تقلد في عقيدتك وتصبح يعني لديك تخليد أعمى فيها، واضح، تكتب مسلم، نعم، لكن يجب عليك أن تبحث لقناعاتك. تولد في بيئة، تتبع مدرسة ما، نعم، يجب عليك في العقيدة أن تبحث عن ما يؤيد ويدل عن صحة هذه المدرسة. أحسنتم.
البعض يقول يبدا تحديد الهويه، خلينا يعني نتجاوز قضيه البطاقه الشخصيه والهويه، نذهب في تاسيس الهويه، مكونات الهويه، صناعه الهويه، كيف نصنع هويه الانسان. يقال انه منذ الطفل في وهو جني في بطن امه ممكن تتحكم به الدفع باتجاه هويته، يعني كانت امه تقرا القران هناك اثار وضعيه وبالتالي هناك تحديد او تاثير على صناعه الهويه، واضح؟ ثم نوع التعامل يعني الايجابي والسلبي، تتعرض للاطراء، تتعرض للعنف الام، هذا كله ينعكس. ثم في فتره الرضاعه وهناك تركيز على الرضاعه، واضح؟ هم الى ثم النشأة في البيئه، طبعا البيئه البيتيه والبيئه الخارجيه والمدرسيه، اين انشا عمر يعني الشارع، البيت، المدرسه. فالبيئة والتربية تبدأ تصنع الهوية اللي تبدأ تغذيه، لكن الإنسان من يبلغ في عقله يبدأ يحدد قدر المستطاع متبنيات. احنا اليوم اعتقد في رأي القاصر الشاكلة ده تصير ما بين الهوية المجتمعية وهوية الجماعة. نقطة على السطر. اليوم الشاكلة الكبيرة في الشبهات الموجودة اللي صداها كبير في مسألة تسميها الغزو الثقافي، سميها مؤثرات الإعلامية، سميها مؤثرات السوشيال ميديا، أي ما كان سميها. اليوم أكثر شيء يركزون هي أنه تتبنى هوية جماعة وليست هوية مجتمع، وهي مشكلة كبيرة، ولا في العراق الأمور محلولة. فالهوية اللي تشكل عند الإنسان سواء هوية دينية أو وطنية أو مجتمعية ليست كالهوية هوية الجماعة. هنا عملية الانتماء في تحديد الهوية، كل ما خاصة في فترة البلوغ، طبعا أول خطوة يخطيها الطفل عمره 3 سنوات في تحديد الهوية، يركز على الفوارق بين الولد والبنية. ولهذا يعني بعض العوائل قد تعنف الطفل إذا وجدته يعبث في أعضاء التناسلية، أو يعبث أو يلاحظ أعضاء تناسلية لطفل آخر أو طفلة أو العكس. يقال في 3 سنوات الأولى هناك عملية تحديد الجنس، يبحث الطفل تحديد الجنس، واضح؟ فإذا ما لقى أسئلة ممكن يبدي يعبث، ممكن يبدي يلاحظ. العوائل ما تعرف هاي القضية، تصورها ميول. فهذا هم عنوان التحديد. في فترة المراهقة الشعور بالانتماء في تحديد الهوية هم يدخل عامل، وخطر، كلش خطر، فلا بد من الاحتواء. قد يتجاوز الشعور بالانتماء الى ماذا؟ لتحديد هويته المجتمعيه. وهو قد يختلط الهويه المجتمعيه غير هويه الجماعه، لان راح نكتشف انه اكو اجندات ممكن انه توجه الشاب باتجاه ما تمسخه عن هويته المجتمعيه، واضح له؟ لا. فاول الامر انه في مجتمع العراقي اللي هو الهويه الخاصه في المناطقيه، سواء كانت في العراق عامه او في كربلاء خاصه، لا بأس بالاعتزاز بالهويه والتداخل، يعني انت تعتز بعراقيتك وتعتز بهويتك كونك من كربلاء. هذا لا يلغي كربلائيتك، هاي نقطه كنت نلتفت لها. ولا انت كنت في بيئه ما في مدينه ما وجئت الى مدينه اخرى، واضح، تحترم هذه الهويه التي تكتسبها وقد تكتسب ابنائك، ولا زالت هويتك في تلك المنطقه موجوده، واضح، تعتز بهويتك كونك مثل من المحافظة الكذائية، وتحتفظ بالكل العام كونك من العراق. هذا كل محطة. أستاذ لطيف، حتى أفهم فلسفة الهوية بشكل أكبر، هل كل محطة من حياة الإنسان تعتبر هوية لهذا الإنسان؟ تأكيد لهوية واكتساب لتعزيز الهوية، لأن إحنا مرة نضيع ما بين، يعني وكأنما تاريخ الإنسان هو هويته. طبعا هو راح يكتب تاريخه بتأكيد هويته. انا اقول كالتالي، اقول احنا ذكرنا في كل مره نذكر انه المشارب في سلوك الانسان مره تكون ضمن رؤيه وكونيه وايديولوجيه، يعني عقائد وفقه من خلال الدين اللي يتبناه، اللي هي عقيده ينبثق منها نظام للكون اللي يتبناه ضمن المدرسه. هاي هويه. اليوم هم يكتبوا له مسلم هويه، ويكتبوا له مسيحي هويه، ويكتبون غير يعني طائفه هويه، وانت بانتمائك لمدرسه من المدارس هويه. تعزيزك لهذه الهويه اين؟ تاكيدك لهذه الهويه اين؟ حقيقتك في تطبيق سلوكك لهذه الهويه اين؟ هنا القضيه راح تصير التداخل هنا. فمرات نهمل هذه الهويه، نهمل الهويه، نقول احنا مسلمين فقط، لكن لا نسير على نهج، انت ذكرت في بدايه الحلقه كيف نسير على نهج
سيد الزهراء عليه السلام. هاي هوية، اليوم أنت ترتدي السواد، هوية الانتماء، خصصت جزء من البرنامج، هوية للقناة، هوية للمنهج. أنا قصدي أنه قدر المستطاع إذا لم نفهم أنه هناك مشرب ومنبع ضمن مدرسة أهل البيت، وهناك منبع ومشرب ضمن الأعراف اللي قد تصيغ الهوية المجتمعية أو الهوية الجماعة، هوية الجماعة، وقد من الدين يخرج ويؤسس لهوية جماعة، واضح؟ وقد تكون هوية جماعة لا بأس بها، نعم، تحترم الكل. عفوا، أنت من مقلدين المرجع الفلاني، نعم، هوية، هويتك كونك تسير على منهج مدرسة أهل البيت، أنت لست مجتهدا ولا محطاطا، أنت مقلدا، نعم، هوية محترمة، لا تلغي باقي الهويات التي تنتمي ضمن هذه المدرسة، ولا هذه المدرسة لديها حقوق وواجبات ما بينها وما بين الطوائف الأخرى، واضح؟ طيب. وحتى لو انسلخ وأصبح الإنسان، نعم، بين المسلم واللا مسلم هم، نعم، هناك. خلينا أنتقل إلى محطة مهمة قبل أن نأخذ فقرة أخرى من فقرات برنامجنا. هل يمكن للإنسان أن يحمل أكثر من هوية؟ وأقصد بذلك هوية اجتماعية أو هوية دينية أبعاد، وهوية شخصية أبعاد. المنشور هو أبيض لكن ينقل تعدد في الألوان، نعم، لكن الضوء واحد. الهوية لها وجوه، يعني هي هوية واحدة، هوية واحدة لكن لها وجوه. والهوية في وجهها الاجتماعي في النسيج العراقي، في الشعب العراقي والمجتمع العراقي مجتمع محافظ، نعم، نسبة المسلمين به والديانات كبيرة جدا، عاش مجتمعا يحافظ على أصالته وعلى هويته وعلى وطنيته، ودافع كثيرا ودافع عن 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 الغزاة من كل الأصناف، سواء كانت يعني في الزمن السابق أو اللاحق، دافع عن هذه الهوية وافتخر في هذه الهوية. فالبلد العراق بلد الحضارات، بلد غني في هويته. فهذا في هذا في هذا الجانب أنت عراقي في وجهك الاجتماعي الذي لا يتقاطع مع وجهك يعني الديني. هل كوني اليوم عراقي أنا هويتي عراقي مسلم؟ هل بالضرورة هكذا؟ نعم، لأنني أحمل هوية واحدة، ولكن وجه واحد من أوجهتها أو واحد من وجهها هو الوجه الوجه الديني موجود. وقد تكون عراقي ليس لك دين، نعم، واضح؟ فأنت حسب الرؤية الكونية والأيديولوجية اللي تتبناها. نحن نقول إذا كنا نؤمن هناك منهج خاص إلهي، أنت تتحدث في هذه الهوية، لأن هذا المنهج جاء ليثبت هوية تجعل لك تعايش سلمي مع الآخرين، واضح، وعدم فرض الرأي الآخر، ولا إكراه في الدين، وحب الوطن من الإيمان، وحب لأخيك ما تحب لنفسك، ولديك حقوق وواجبات على الطوائف الأخرى، ولديك حقوق على حتى من لا ينتمي للدين أصلا، واضح، هي الحقوق الإنسانية، الهوية الإنسانية اللي تملكها. جميل. ضمن الرؤية الكونية الأدلجية لمدرسة أهل البيت. طيب. واضح القضية؟ سأل لطيف، خليني أخذ المشاهدين إلى فقرة عالم بهاء التقني. إذن مشاهدين الأحبة، أستاذ بهاء عبد الستار حضر لنا ضمن الفقرة التقنية الفرق بين برنامجين كبيرين ومهمين جدا في عالم التصميم، وهما برنامج الفوتوشوب وبرنامج الإلستريتر، برنامجين تابعين لشركة أدوبي العالمية. راح نعرف شنو الفرق بين هذين البرنامجين، وإن شاء الله نرجع لكم بعد هذه الفقرة. أهلا بكم، في هذا الفيديو راح نشرح الفرق ما بين برنامج فوتوشوب وبرنامج الستريتر. طبعا الكثير من المصممين لا يعرفون الفرق ما بين برنامج فوتوشوب وبرنامج الستريتر. برنامج الستريتر تم إصداره عام 1987، أما برنامج فوتوشوب تم إصداره عام 1990، أي إن برنامج الستريتر هو أقدم من برنامج فوتوشوب. برنامج فوتوشوب يعتمد على البكسلات، على النقاط، ويتم تحويل هذه النقاط وتلوينها إلى صورة أو رسومات. أما برنامج الستريتر فهو يعتمد على الفكتور، والتي تتم من خلال معادلات رياضية بحيث تخرج لنا رسومات عالية الجودة. برنامج فوتوشوب يستخدم من قبل الهواة والفنانين، أما برنامج الستريتر فعادة ما يستخدم من قبل المصممين. برنامج فوتوشوب يكون قليل الدقة عند تكبير الرسومات أو الصور، أما برنامج الستريتر فكلما تكبر الصورة أو الرسومات فإنها تحافظ على دقتها وتصبح أعلى دقة. طبعا في هذا المثال هنالك صورة مكبرة بثلاث مرات،
أكبر من حجمها الطبيعي، ونلاحظ هذه الدقة. أما بالسريتر عندما نكبر الصورة 9 مرات أكبر من حجمها الطبيعي فإنها تحافظ على جودتها. برنامج فوتوشوب يتكون من مساحة واحدة للعمل، أما برنامج الستريتر فيتكون من أرت بورد، واللي هو عبارة عن مجموعة مساحات وأوراق في بروجكت عمل واحد. في برنامج فوتوشوب هنالك تقنية الماسك، بإمكاننا استخدامها لأن هذه التقنية تستخدم كثيرا في الصور. أما برنامج الستريتر لا تحتوي هذه التقنية، لأن هذا البرنامج لا يعتمد على الصور كثيرا بل على رسومات الفيكتور. في فوتوشوب يتم تحديد السحب والإفلات من خلال أداة السلكشن، أما في الستريتر فيتم تحديد النقاط فيكتور، ولا يوجد تحديد سلكشن مثل ما موجود في الفوتوشوب. برنامج فوتوشوب يحتوي على الطبقات لايرز، أما برنامج الستريتر فهو يحتوي على لايرز وسب لايرز، يعني يحتوي على طبقات رئيسية وطبقات فرعية. عملية التراجع في برنامج فوتوشوب Ctrl Z تتم التراجع لخطوة واحدة فقط، أما في برنامج الستريتر فيتم التراجع لأكثر من خطوة عند استخدام Ctrl Z. في برنامج فوتوشوب لا يمكن إخراج الرسوميات أو الصور أو الأشكال خارج مساحة العمل، أما في برنامج الستريتر فيمكنه احتواء الأشكال والرسومات خارج مساحة العمل. برنامج فوتوشوب يعد بطيئاً في حال لو استخدمنا صور عالية الجودة، أما برنامج الستريتر فيعد سريع جداً في حال لو استخدمنا صور عالية الجودة، لأن البرنامج يعتمد على المعادلات الرياضية الفيكتور. طبعاً الفروقات كثيرة، وهذه أهم الفروقات لأشهر برامج التصميم في العالم. إذن شكرا للأستاذ بهاء عبد الستار على هذه الجولة في عالم التقنية والمعلومات حول برنامجي الفوتوشوب والإلستريتر، وهذا هو المعهود منه في عالمه التقني. إذن مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدين الأحبة، وحياكم الله في برنامج بتوقيت الشباب مرة أخرى. ملف حلقتنا لهذا اليوم حول هوية الشباب الضائعة بين الغرب والشرق، وأحاور في هذا الملف ضيفي الدائم في البرنامج الأستاذ لطيف الحسنان، وحياك الله مجددا. حياكم الله، الله يبارك بك. أستاذ لطيف، تحدثنا عن ماهية الهوية وأهمية الهوية والحاجة للهوية وكيف نصنع الهوية للفرد داخل المجتمع. طيب كيف تقرأ أنت اليوم كباحث اجتماعي واقع الشباب مع الهوية الاجتماعية أو الدينية؟ أحسنت. طبعا هي ليست مقيدة بالضياع بين الشرق والغرب بقدر ما هي ضائعة حتى في الشمال والجنوب، لكن هناك جنب إيجابية جيدة اليوم بالشعب العراقي. أنا لازلت متفائلا، ولازلت أذكر يعني السلسلة التاريخية ضمن 100 سنة اللي فاتت، أنه الشعب العراقي يعني أتفائل به، و في الأزمات ويظهر هويته الحقيقية، وكما كانت المراهنات وحسبت جيدا من خلال كثير من الأخصائيين أنه سيحسم الأمر في العراق في قضية دخول داعش، لكن أمر اختلف ثم حسب مرة أخرى في هذا الدفاع أنه يستمر ل10 سنوات و30 سنة، ثم حسم في 3 سنوات بالشباب نفسهم اللي كانت عليهم المراهنات فاقدين الهوية. معناته الهوية موجودة، واضح، متجذرة، متجذرة لكن لا يعها كالفترة. وقد يعني أنا في رأي القاصر أنه الهوية هي الفترة، الهوية هي الفترة الحقيقية، طبعا لها أبعاد، لكن فترة الإنسان هذه الفترة لو إنسان واعى لها شوية ونفض الغبار عليها، الغبار المادي، واليوم إحنا في فكر رئيس مالي متجذر جعل الإنسان سلعة. هوية المرأة أن تكون يعني عزيزة في ذاتها، محافظة على عفتها، تنهج النهج الفاطمي في هذا الأمر. يعني أنا أتذكر أمر مر عليه سابقا، أنه في فترة الجاهلية كانت الهوية للمرأة في الجاهلية عملية عدم قبول الإهانة من خلال النظر إليها، إذا خرجت في الشارع وتم النظر إليها يعني توجيه إهانة، فبالتالي تصد، وبالتالي تواجه من ينظر إليها بهذه الطريقة، ينظر إلى جمالها. السبب شنو؟ السبب لكثرة بائعات الهواء
كانت في ذلك الوقت اللي معروفات يسمح لهن، يسمح من النظر إلهن، يعني هن مبتذلات. فبالتالي لو سارت المرأة في فترة الجاهلية بين تلك النساء أو في سوق ونظر إليها رجل، كان كأنما يعني أنه أنت بيكم مجال أنه تكونين من أتباع يعني أصحاب الهوى وصاحب الرايات، واضح؟ كانت النظرة هيك، فما تسمح لها. اليوم انظر الهوية شو يعني. في فترة الجاهلية كانت المرأة تحترم نفسها وتحت لازم يحترمها الرجل في عدم النظر إليها. أما اليوم هو شنو الهوية اللي عند المرأة تعتقدها؟ الهوية أنه ينظر إلى جمالها، ينظر إلى عملية تجميلها، ينظر على ملابسها، ينظر إلى إيحاءاتها. والقائمة تطول لدرجة أخرجونا حتى من السمات الأنوثية إلى الجانب الغرائزي، بدأت الإشارات والحركات والإيماءات الإيحاءات كلها تدخل في الجانب الغرائزي نتيجة التثقيف، التثقيف اللي صار في مسخ الهوية من مرأة أنه تكون هويتها العفة ونهجها نهج فاطمة الزهراء عليه السلام، لا ترى الرجل ولا رجل يراها. وهذا طبعا بتفصيل، هذا مو معناته بتفصيل هذا الكلام، أنه هي الزهراء عسب خرجت لضرورة وخرجت لبيان حق أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكن لهذه الدرجة من العفة وصلت في قبال الابتذال سلعة، سلعة لتروج أنه سوق الزينة وسوق المكياج وسوق الملابس الضيق كل هذا ينشط في تجارة ما إذا لم يروج في مسخ الهوية الخاصة في صفة من صفات المرأة هي العفة. الرجل هم نفس القضية، الولد اليوم الشاب التقاطي في شكله فيه، لكن الخطورة وين تكمن؟ ليس الخطورة في قصة الشعر، وليست الخطورة في الملابس، الخطورة في عملية تصدير هويتك. يعني الإنسان أهم ثلاث أسئلة يسأل نفسه كل شخص عندما يعي لآخر عمره: من أين أتيت ولماذا أتيت وإلى أين سوف أذهب؟ منين جيت وليش جيت وين رايح؟ والله إذا ما أعرف هاي القضية أنا تايه. منين جيت؟ ثبت المبدأ قبل 100 سنة إحنا وين؟ الآن إحنا وين رايحين؟ بتحقيق وين رايحين؟ ترى للأسف اليوم الطموح طموح بسيط جدا. أغلبية الشباب يحصل على مهنة، يحصل على بنية يحبها يزوجها، يحصل على سيارة بسيطة ممكن فاخذة الثمن مثلا. هاي مو طموح، هاي الطموح الحقيقي طموح تغيير بلد متأخر عن باقي الدول. أنت قلت العراق اليوم يعني الهوية ضايعة ما بين الشرق، لا ضايعة ما بين كل الاتجاهات. اليوم الشاب العراقي بعض من عنده إذا ذهب إلى الشرق يتمنى أن يكون شرقيا، وإذا ذهب إلى الغرب يتمنى أن يكون غربيا، وإذا ذهب الشمال يتمنى أن يكون تركيا، وإذا الجنوب يتمنى أن يكون خليجيا. ليش؟ لأن عدم احترام هويته لا زالت مفقودة، وعدم تعزيز الهوية. هل برأيك الوعي هو الدرجة أن الهوية اليوم تفتقد لما موجود في الهويات الأخرى؟ كل خصوصا الهوية الإسلامية أقصد. أنا أقول كل من إلى خصوصيته، وهاي الاعتزاز بالهوية محترم، ليس العنصرية. اليوم في محافظات معروفة، أي في المحافظات اليوم الفاتيكان ليش صار بهذه الخصوصية وبهاي الطريقة وإلى قوانين لوضعيته؟ خصوصية المكان إلى حتمت عليه أن تكون هاي الهوية، ومن يسكن في تلك المنطقة يحترم هو بل يفتخر أنه يحترم. هذا لا يعني مصادرته. في كل دولة فيها أعراق جميع كثيرة وفيها هويات كثيرة وتعدد في الجنسيات كثيرة، لكن هناك ضابطة مهمة هو الحفاظ على هذه البيئة الجغرافية المهمة في تحديد هويتك. اليوم كذلك نفس القضية، العنصرية لا تعني مصادرة الاعتزاز بالهوية. مهم الاعتزاز بالهوية، أن تكون مثلا كربلائي جيد لكن لا تكون عنصريا. أن تكون قادم من مدينة أخرى وتفتخر أن تكون في كربلاء لأن فيها ميزات مهمة وفيها الإمام مجاورة الإمام الحسين عليه السلام، هوية أخرى فتعتز بالهوية الحسينية إضافة لهوية أصلك ومكانك ولادتك ونشأتك. هذا ليس متقاطعا، هذا متداخل ويضيف لهويتك اعتزاز أكبر. عن ماذا تعبر العنصرية التي تخرج من الآخرين؟ أن يرى شرار قوم أفضل من خيار قوم آخرين. هذا معنى العنصرية، التعصب، أن ترى شرار قومك أفضل من قوم آخرين. إحنا ما عدنا هاي القضية، هاي في زمن الجاهلية. القصد شنو؟ القصد إحنا اليوم نتكلم بقدسية كربلة، ونعترض على مثلا على فلان المطرب الفلاني في العراق، والبعض أولها قال لعب على
جراح العفو على على دماء الشهداء، والبعض قال يابا الولد البلد في في امر ضعيف ماديا، وحولوها كثيرا. لكن هي الهويه، هويتك كونك عراقي في بلد عراقي، بلد الانبياء والمرسلين، هاي هويه ما تقدر تصادرها. لو غيرك يفتخر بها، يعني كانوا يفتخرون باثر حافر لدابه كانت لنبي الله عيسى عليه السلام، يفتخرون ويعتزون نفسهم من هاي الهويه. من يجاور الحسين ويسكن في كربلاء يفتخر كونه حسينيا جيد ويحافظ على هذه الهويه، لا يصادر هويه الا يفترض استاذ لطيف على اصحاب هذه الهويه ان يحترموا اصحاب تلك الهويات التي تذهب في ذلك الاتجاه حسب الرؤيه المخالف لهويتهم؟ احسنتم. الهويه ترى خاصه بك. لماذا شخصي افرض هويتي على انا لا افرض هويتي عليك اذا كنت في البيت في دارك وتفعل ما تشاء. ليس لي حق في هذا الامر، ليس بالحق، لكنك تأتي بثقافة تداخل ثقافة مدينة. احنا قلنا واعتزاز دول اليوم الكثير يحصل دول الخليج، انظر كيف يهتزون في الزي وفي العادات وفي التقاليد وفي القيم. بلد العراق، بلد علي والحسين، بلد له قيمه وله آثاره وله تاريخه، ليش احنا نصادر هويتنا؟ لسبب واحد، انه الشاب صار التقاطي والغزو الثقافي بدا يلعب بالعقول، والسوشيال ميديا بدات تنسج هويات، وهذا اصبح لاهث وكانما يصادر هويته وما يعتز بها ويصبح تابع لهويه اخرى، وهي مشكله كبيره. يعني احنا لدينا اذا لم تنتمي لهويه مدرسه اهل البيت عندنا الهويه العرفيه، عشائرنا تتميز بالغيره وبالشهامه، وقفت موقفا مشرفا في الماضي القريب في ظهور ثوره العشرين، وفي الامس القريب في الانتفاضه، يعني الوقوف في الدفاع عن البلد والمقدسات ضد داعش، ولديها قيم الغيره والشهامه والايثار والحشمه. الحشمه يعني زيهم زي محترم ويحترمون. طيب ازاي استاذ واضح في بيئه. انا مضطر لي الذهاب الى فقرتنا الاخيره في برنامج بتوقيت الشباب حتى نشاهد سويا الموهبه الفنيه في الفن التشكيلي لدى غزوان من شباب كربلاء الطموحين والجادين في تحقيق احلامهم. خلينا نشوف هذا التقرير اللي عد انه الزميل علي الخالد، وان شاء الله نعود. اذا مشاهدينا الاحباء نذهب واياكم الى فقره همم وراجع لكم. غزوان شاب كربلائي يقطن في أحد بساتين قضاء الحسينية منطقة الإبراهيمية، وهو فنان تشكيلي دخل عالم الرسم منذ نعومة أظفاره، وعلى الرغم من أن دراسته الأكاديمية بعيدة عن موهبته الفنية، إلا أنه أتقن فنه وتحدى ذاته فأبدع في نتاجه. أنا غزوان عبد الكاظم، فنان تشكيلي، لقب الفن غزوان الأسود. أنا خريج قانون، طبعا دراسة الأكاديمية هي القانون مو الفن، بس مثل ما تقول موهبة وحب حب للفن. أنا من الصغر يعني أشتغل بهالمجال وأحبه. أنتجت عندي العديد من اللوحات، فتفجرت الطاقمات والموهبة مالتي بداية دخول الجامعة. كنت أنشر صور فتعرضت النقد الطلاب، فصار عندي هنا صار عندي حافز ودافع مثل ما تقول تحدي للذات، تحدي الذات، وأنتجت العديد من اللوحات الحمد لله. مثل ما تشوفون لوحات سبري، كواكب، لوحات رسم بورتري، ألوان، كل شيء أشتغل. لم تقتصر أعمال غزوان على الرسم، بل اتجه إلى النحت عبر نحته لتمثال نصب العدالة بطول 3 أمتار للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، حاملا ميزان العدالة وسيفه في عمل جمع ما بين العدل والإنسانية. أنا شفت أنه قدرة الفنية ما تقف عند هذا، تحديات صار تحدي للذات عندي، ارتيت انه اسوي مجسم الامام علي عليه السلام يمثل العداله، قاضي العرب الاكبر. طبعا نسخه نتاج ذهن صرف، نسخه وحيده جزء بالعراق والعالم كافه اللي يحب يستفسر. عمل ذهن قوي، محاكاه للواقع، عربي، لبس عربي قديم مثل ما تشوفون. يعني اولا الشغل اللي اشتغلته كان مرسوم على الورق، ما يقارب 2 إلى 3 ارسم به على الورق قبل لا ينزل بالواقع. فمثل ما تقول رتبت هاي الامور كلها بشكلها الصحيح، انه شلون يكون رسمته، يعني مثل ما تقول بدايه بشر طبيعي، لبست قطع الملابس من ناحيه قطعه بشكلها الصحيح. فمثل ما اشوف قامته عدله، لان كان تخطيطه صحيح، الشيش بيه كان صحيح، واللباس الاعرابي كله من لان قطعه فصار محاكاه للواقع بشكل تام. يعني مثل ما نقول تعدد وتنوع مهارات غزوان وحلمه الواسع
يقف على عتبة الإهمال وعدم الاهتمام الحكومي بهكذا طاقات شبابية. لبرنامج بتوقيت الشباب، علي مطير الخالدي، كربلاء المقدسة. إذن شكرا للزميل علي الخالدي، وتحية للشاب غزوان على هذه الموهبة الفنية الرائعة التي وظفها في خدمة أهل البيت عليهم السلام وفي خدمة هويته الإسلامية. إذن عودة لضيفي الدائم في حلقتنا لهذا اليوم حتى نستكمل كل أركان ملف حلقتنا حول الهوية، حياك الله من جديد أستاذ لطيف. حتى نستكمل موضوعنا وحتى نقفل على ملفنا لهذا اليوم حول الهوية، كيف نحافظ على شبابنا ضمن إطار الهوية الإسلامية ونحن نتبنى هذه الهوية؟ أحسنتم. يعني غزوان كان واضح شخصية هي لديها دور في الحفاظ على الهوية من خلال أعماله، يعني كانت واضحة الرسومات. إذن هو وظف جزء من الهوية الوطنية، كانت قارة العراق واضحة. نعم، هوية الوطنية وشخصية وطنية دفعت بدمها الشهيد أبو تحسين. نعم، واضح كان راسمها، وكان الأعمال خاصة في أهل البيت عليهم السلام. هذا هو تعزيز الهوية. اليوم الشاب إذا لازم يحتفظ هويته، وأنا أقول لك يعني الأشخاص اللي التقيتهم حتى اللي سافروا بالخارج وكانوا قد لا يؤمنون ببعض الرؤية الكونية والأيديولوجية، لكن كانوا يحافظون على هويتهم العراقية، هويتهم الوطنية. واضح. حين التداخل تدخل الأسئلة، إذا تداخلت الهويات في تحديد أيهما الأولوية لمن، واضح الأولوية لمن. نعم، في بلد مثل العراق يحتوي كثير من الهويات، الهوية الوطنية واحدة ولكن الهويات الدينية الهويات الاجتماعية مختلفة. أحسنتم. فراح تجي لي الاعتقاد، أنا أدعو الشباب كخطوة أولى في تحديد هويتهم، تحديد متبنياتهم في أي جهة يأخذون الرؤية الكونية والأيديولوجية، أي جهة تنجيهم. احنا كاعتقاد نؤمن به انه مدرسه اهل البيت تحلنا جواب الاسئله الثلاثه، منين جيتوا وليش جيتوا وين رايح، وبالتالي راح ترسم لنا منهجيه حسينيه او فاطميه تحدد لنا الهويه وتحدد لنا موقفنا من باقي الهويات اللي نتبناها، علاقتنا بالوطن، علاقتنا بالمجتمع، علاقتنا بالطوائف، علاقتنا من الذي لا يعترف بدين اصلا، علاقتنا بالاعداء، من هو عدونا. هذا كله تحدد الهويه من خلال متبنياته، وهذا المشروع هو مشروع الهي، لأن ترك من خلال الثقلين كتاب الله وأحسنته. فهذا المشاعر، هذا مقياسنا. أنا من نجد أسلم يعني بنشيتي أو نشأت أبناء أقول لهم هذا الطريق، لا أكره بالدين. لا، هو قد يؤمن بزيادة أو بعيد بالهوية العرفية والعشائرية اللي هي في أغلب الأحيان عشائرنا هي من دكة في هذا الجانب، في الخاصة في الأوان الأخيرة هناك كثير من الأمور الثانية ترتبط بالحكم الشرعي وتعشيقها بما تراه المرجعية، واضح لأنهم ينظرون لكل واقع حكم. ثم بعد ذلك الجو الخاص بالعلوم التجريبية والثقافات المتداخلة، عندنا الجانب الديني والجانب العشائري العرفي، وعندنا الجانب اللي ذكرنا القانون والمداخلات من خلال عفوا التداخلات اللي تجي عندنا من خلال ما يلقي إلينا الإعلام من ثقافات أخرى. قد هذه الثقافات تؤمن بفصل الدين عن الدولة، قد تؤمن بحرية المرأة، قد تدعو لحالة من الحرية المطلقة. من يتبنى هذه الهوية ومتلبس بها عدة ردود إلها، لكن من يجهل، وهذه الأمور تناغم الغرائز، تناغم الرغبات، تلاطف داخل الإنسان، فلا يمكن مقاومتها من خلال الدافع الموجود. وهي مشكلة كبيرة، ونحتاج أن نقف أن نميز ما بين اللذة وما بين السعادة. يحتاج لحلقة خاصة، لأن إذا ما ميزنا بين اللذة والسعادة قد نلهث بعض على اللذات لأجل الدوبامين في الجسم. نعم، فينتج اكتئاب، وهي مصيبة كبيرة عندنا. الشاب اليوم يصور أنه هي هاي القضية اللي تخلصه نتيجة الشدة الموجودة بالغرائز، والأمر متاح في قضية الحصول على ما يشاء، فلا يمكن أن يتبنى جانب دينيا يقيد الأمور، لا يمنع، لازم يقيد، يضع في خانات تحافظ على العدالة الاجتماعية وتحقق العدالة الاجتماعية. اليوم الشاب لتحقيق هويته لابد أولا أن يعي نفسه، يعني التساؤلات المصيرية، أن يصغي إذا لم يبحث ويقرأ، يصغي لصاحب التجربة. اليوم الشاب سرق من أبوه، سرق من أمه، والبنية سرقت من أمها، وراحت صديقته، وصديقته تؤمن بأمور أخرى غير ما تتصورها. فكيف نحدد تلك الهوية إذا كانت الأصوات عالية
والمشوشات كبيره، الرؤيه غير طيب. واضحه. الامر ليس بالهين. تحقيق الهويه يحتاج انه الانسان منبهات كثيره يلتفت لداخله، فطرته. طيب استاذ لطيف، هي هويته. نعم، اريد منك كلمه اخيره حتى نختم حلقتنا لهذا اليوم. مسؤوليه من المحافظه على الهويه؟ مسؤوليه الجميع، مسؤوليه الكل. يعني الانسان، النخب الموجوده، المتصدين لقياده البلد، الكل مسؤول عن تحديد هويه. الهويه في ابعادها طبعا. نعم. في ابعادها الان كل واحد مسؤول عن بعد معين داخل هذه الهويه. اذا الباحث الاجتماعي والناشط في الشان الشبابي الاستاذ لطيف الحسنوي، وشكرا لحضورك معنا في هذه الحلقه، وشكرا لجميع الايضاحات اللي قدمتها لنا في ملف حلقتنا لهذا اليوم. الله يبارك، الله يحفظكم. اذا الشكر موصول لكم احبتي المشاهدين لمتابعتكم حلقتنا لهذا اليوم. انتظرونا الاسبوع القادم يوم السبت على راس الساعه 9 مساء، وحلقة جديدة من برنامج بتوقيت الشباب. إلى الملتقى.